لكن البعض ممكن يقول ان وارد جدا ما يكونش الروايه اللي حكاها قفشه وفكره ان هو اتدرب لوحده واتدرب مع العمال والصراع اللي عاشه قفشه عشان اختياره كان النادي الاهلي يكون مش حقيقي. فجايبين لكم زميل لقفشه شاهد على الاحداث، نطلع نشوف رجب بكار وهو بيتكلم عن محمد مجدي قفشه. ده قفشه كان بينزل يتمرن مع العمال. مع العمال ازاي؟ اه والله قعد قفشه يقول لك الموضوع ده. يعني ايه مع العمال؟ ايوه طبعا كان في فتره نزل كان دي صبر مع الاداره برضو ابلغوا قفشه ان الراجل مش عاوزك معاه في المعسكر في المجموعه يعني. فكان قفشه طبعا كان في الوقت ده جاي له زمالك واهلي. فبيخلوه يتمرن لوحده زي موضوع انا كده لما كنت بتمرن لوحدي السنه اللي فاتت. مع مدربين مش مع العمال يعني؟ لا كان بيروح والله قفشه كان بيلاقي عمال ما كانش في حد بيروح يمرنه. والله لسه بكلمك اطلع. لا مش تقليلا كمان من العمال يعني كان لا العمال لا الناس في دماغنا بالظبط كان بيروح يلاقي العمال. ما هو قفشه لوحده فكان بيعمل ايه بقى قفشه انت عارفه ايه حبوبه بتاع فبياخدها بهزار بقى وبتاع لحد ما ربنا كرمه دلوقتي. وشوف قفشه فين دلوقتي. شوف قفشه فين دلوقتي ربنا كرمه ازاي. دي تصريحات بتؤكد ان تعرض قفشه لتدريب منفرد، تدريب مع العمال عشان كان اختياره النادي الاهلي، لكن اكيد قفشه اختياره النادي الاهلي حاليا على قمه المجد مع النادي الاهلي، ومن اختاروا الخروج من النادي الاهلي اعتقد بالتاكيد يعني ينتابهم مشاعر الحسره على اللي فاتهم من بطولات اتحققت بعد خروجهم من النادي الاهلي.